دستور الأهلي عبارة يعرفها أعضاء الجمعية العمومية بالنادي جيدا، وهي التي دفعتهم للتحرك سريعا إلى مقر الجزيرة في 28 سبتمبر 2018 للمشاركة في وضع دستور الأهلي متمثلا في لائحة النظام الأساسي التي تم اعتمادها. وكان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد وضع إنجاز لائحة النظام الأساسي نصب عينيه باعتباره من أفضل المشروعات الكبرى التي تبناها منذ توليه المسؤولية قبل عدة أشهر. وحرص مجلس إدارة النادي خلال الفترة التي سبقت اعتماد لائحة النظام الأساسي في الجمعية العمومية على طرحها للحوار المجتمعي واستطلاع آراء النخب في شتى المجالات ومنح الفرصة لكافة أطياف المجتمع لإبداء الرأي فيها، وتلا ذلك عقد لقاءات مفتوحة مع الأعضاء سواء في المقر الرئيسي بالجزيرة أو فرعي مدينة نصر والشيخ زايد لاستطلاع آرائهم في لائحة النظام الأساسي، وكان هناك تفاعل كبير معها قبل إقرارها بشكل رسمي في يوم تاريخي مشهود برهن مجددا على ريادة نادي القرن التي تدعو للفخر في إنجاز كافة خطواته وبمنتهى الاحترافية. وخلال اللقاءات المفتوحة حرص أعضاء الجمعية العمومية على التفاعل مع اللائحة من خلال إضافة العديد من الاقتراحات التي تجاوزت 1600 حول ما يقرب من 20 إلى 30 مادة، وتمت دراسة ومناقشة هذه المقترحات واعتماد الكثير منها بعد التأكد من مطابقة التعديلات للوائح والقوانين واعتمادها من جانب اللجنة المركزية ولجنة الصياغة النهائية ومجلس الإدارة. وأثبتت الجمعية العمومية للأهلي أنها تمتلك وعياً لا مثيل له من خلال المشاركة الفعالة التي قام بها جميع الأعضاء بما يحقق مصلحة النادي ويعلي من شأنه، وساعد في الوصول إلى الصورة النهائية لدستور الأهلي الذي يتم تطبيقه حاليا. واستغرق إنجاز مشروع لائحة الأهلي وقتا طويلا ولم يتم بين عشية وضحاها، حيث تم تشكيل لجنة لإعداد لائحة النظام الأساسي ضمت عددا كبيرا من القامات والشخصيات المرموقة قامت بدراسة اللائحة التي تم إعدادها عام 2013 بالإضافة إلى اللائحة التي وضعها المجلس السابق واللائحة الاسترشادية بهدف الوصول إلى أفضل صيغة ممكنة، وبعد استطلاع آراء رؤساء مجالس الإدارات السابقين. وعكف أعضاء اللجنة المركزية لمشروع اللائحة على العمل لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأعضاء الجمعية العمومية باعتبارهم المؤسسة لدستور الأهلي وأصحاب السلطة الرئيسية. وراعت لائحة النظام الأساسي بالأهلي خلال عملها قانون الرياضة وقوانين الدولة والمواثيق الأولمبية وأيضا الهيئات المشرفة على إعداد القوانين.